أعلن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عن فتح باب الترشح لبعثات سموه لعام 2022 أمام الطلبة البحرينيين الذين سيتخرجون من المرحلة الثانوية في عام 2022 والحاصلين على معدل تراكمي بنسبة 97% أو أكثر في الصف الأول الثانوي والفصل الأول من الصف الثاني الثانوي. أن الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح للبعثات بدأت من الأول من مارس وستنتهي في الخامس والعشرين من الشهر نفسه. ويمكن للراغبين في التقدم لبعثات البرنامج ملء استمارة الترشح على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية.